ما تخلص يا عم مجدي، مش تايتانيك هي، ده فلتر بنزين بس عايز يتغير. انت هتفت يا سوبر، تعال صلحها انت بقى وانا اروح انقذ الناس. انت بقيت ضايق قوي يا عم مجدي في نفسك، ولسانك هو اللي عايز تركب له فلتر. الله 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 الله، ايه ده؟ بس يا كلب البحر انت يا عم مجدي، احنا بقالنا يومين في الشغلانه دي، في موديلات عربيات جديده نزلت في اليومين دول وانت لسه ما خرجتش من الكبوت. انا نفسي اعرف بس ايه المشكله بالظبط. اهو في ايه بقى؟ الفلتر صغير، عاوزين واحد اكس لارج. يا سلام، وفي لون معين تحبه ولا نقيلك على ذوقي حاجه كده تكون ماشيه مع وش السلندر؟ اقفل يا عم مجدي. يلا بينا يا صلعت. والراجل اللي جوه عمه نسيبه يشوف شغله ونشوف احنا مشاورنا بقى عشان نكسب وقت، زمان جدي مستنينا على نار. جده ده ولا 3 ساعات على بال ما يرجع البيت، انت فاكره رايح يجيب حاجه من عند البقال وراجع؟ على رايك، ربنا معاك يا جد ورجعك بالسلامه. عايزين نبقى نخش فيلم حلم جديد، انا بحبه قوي. وهو كمان بيشكر فيك ياما يا عمو.